بسم الله والحمد لله، بارئ الأنام، خالق الإنس والجان، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، مرسل الرسل بالبيان والتبيان، رافع منارهم في الملوان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على درة تاجهم الخاتم العدنان، وآله وصحبه أولي الفضل سادة الأعلام. وهذه قراءة في سير النبلاء الأعلام للعلامة الحبر المتقن الجهبذ الذهبي ابن قيماز الإمام بإسناد شيخنا النميري، غفر الله له ولوالديه ومشايخه ما شعش قمران. قصة سلمان الفارسي. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر. الآن أيها الكرام الفضلاء، ستجدون هذه القصة المباركة لهذا الصحابي الجليل الباحث عن الحقيقة، وستجدون كم نصب وكم تعب بحثا عن الدين الحق، وهو السيد ابن السادة في قومه، يباع وحيد والده، وله من الأموال العظيمة والبساتين والجنان والأموال، يترك كل ذلك وراءه لكي يكون عبدا رقيقا عند يهودي، كل ذلك من أجل كلمة التوحيد، من أجل لا إله إلا الله. لكي تعلموا كم نصب هؤلاء الصحابة وكم تعبوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم يرتحلون من هذه البلاد البعيدة ومن هذه الفيافي والقفار، وهجيرهم: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. هذا واحد من ذرتهم ومن السابقين إلى الإسلام، أتى من بلاد فارس البعيدة مرورا بنينوى، بنصيبين، بتركيا، ببلاد الشام، ببلاد العراق، حتى حطت رحاله في المدينة وبيع رقيقا، كل ذلك في هذه الرحلة الطويلة، كلها من أجل أن يظفر بأن يكون صحابيا تكحلت عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كبقية الصحابة رقما في هذا الدين، وهو الذي له الفضل بعد الله عز وجل في غزوة الأحزاب وفي حفر الخندق. فأعيروا أنفسكم اهتماما أيها الكرام الفضلاء مع هذا الحبر وهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. عن محمود بن لبيد عن ابن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي قال: كنت رجلا من أهل فارس، من أهل أصبهان، من قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان أرضه، وكان يحبني حبا شديدا، لم يحبه شيئا من ماله ولا ولدي، فما زال به حبه إياه حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية. واشتهدت. طيب. الآن إذن هو أين موطنه؟ هو من بلاد فارس، من بلاد إيران، وهو من أصبهان، صح كده؟ بالباء ولا بالفاء؟ بالباء يا شيخ. بالباء، أحسنتم. هو أصبهاني فارسي، والده دهقان أرض. الحقيقة هي تقرأ دهقان أو دهقان، تقرأ بالدال المهملة مكسورة ومرفوعة، دهقان أو دهقان، وتجمع على دهاقن أو دهاقين، وتجمع في الفارسية على دهاقون، وهو لفظ فارسي معرب، يعني هو لفظ أصلا هو دخيل على اللغة العربية، هو لفظ فارسي معرب. والدهقان هو التاجر أو زعيم المدينة، فلما قال: وكان والدي دهقان، أو وكان والدي دهقان دهقان أو دهقان أرض، يعني تاجر أراضي مشهور في المدينة، وكان زعيم هذه المدينة، ولذلك يقولون دهقن فلان وتدهقن فلان، يعني كثر ماله. والدهاقون هم تجار المدينة وأهل الحظوة فيها، وأهل الحظوة
وأهل الحظوة فيها. وأيضا قيل الدهقان أو الدهقان هو رئيس المدينة، فهو جمع بين هذا وبين هذا. وكان سلمان وحيده، وكان أحب إليه من كل ماله، وكان يخاف عليه كما يخاف على الجارية، يعني كما يخاف على البنت. علمتم الآن لابد من هذا التصور لتعرفوا كم أن سلمان ضحى من أجل لا إله، من أجل لا إله إلا الله، وحق له أن يضحي. نعم. واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار التي يوقدها فلا أتركها تحبو ساعة أو تخبو ساعة، فكنت لذلك لا أعلم من أمر الناس شيئا إلا ما أنا فيه، حتى بنى أبي بنيانا له، وكانت له ضيعة فيها بعض العمل، فدعاني فقال: إي بني، إنه قد شغلني ما ترى من بنياني. الآن هو كان في المجوسية، والمجوس هم الذين يعبدون النار، إذن هذه هي ديانته وهي ديانة أهل فارس في ذلك الزمان. وكان قاطن النار، قاطن بفتح القاف وكسر الطاء المهملة وفتح النون الموحدة، قاطن النار. يعني إيش قاطن النار؟ يعني هو المسؤول عن النار، جالس جنبها النار، كل ما تخبو يضع لها ماذا؟ يضع لها ما يقوي أوارها ويزيد اشتعالها من هذه الأخشاب ومن هذا الفحم. هذا هو معناه. نعم. ولا بد لي من إطلاعها، فانطلق إليها فمرهم بكذا وكذا، ولا تحتبس علي، فإنك إن احتبست عني شغلني ذلك عن كل شيء. فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة للنصارى فسمعت أصوات الآن لم هو يقول: وكنت قاطن النار، يعني القيم على النار، خادم النار كما يسمونه، وتجمع على أقطان. وقال له عنده بستان، كان والده لديه بستان في مكان، فقال له: اذهب، أنا عندي سفر الآن، فاذهب أنت يا سلمان وتابع هؤلاء العمال ولا تحتبس علي، يعني لا تتأخر، لأنك إن احتبست علي شغلتني عنك. هذا يدل على مدى حبه لسلمان. تفضل. فمررت بكنيسة للنصارى فسمعت أصواتهم فقلت: ما هذا؟ قالوا: النصارى. فدخلت فأعجبني حالهم، فوالله ما زلت جالسا عندهم حتى غربت الشمس، وبعث أبي في طلبي في كل وجهة حتى جئته حين أمسيت، ولم أذهب إلى ضيعته. فقال: أين كنت؟ قلت: مررت بالنصارى فأعجبني صلاتهم ودعاؤهم، فجلست أنظر كيف يفعلون. قال: يا بني، دينك ودين آبائك خير من دينهم. فقلت: لا والله، ما هو بخير من دينهم، هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعونه ويصلون له، ونحن نعبد نارا نوقدها بأيدينا، إذا تركناها ماتت. فخاف فجعل في رجلي حديدا وحبسني، فبعثت إلى النصارى فقلت: أين أصل هذا الدين الذي أراكم عليه؟ فقالوا: بالشام. فقلت: فإذا قدم عليكم من هناك ناس فآذونني. قالوا: نفعل. فآذنوني، يعني أعطوني خبر، يعني أخبروني. نعم. فآذنوني. قالوا: نفعل. فقدم عليهم ناس من تجارهم فآذنوني بهم، فطرحت الحديد من رجلي ولحقت بهم، فقدمت معهم الشام. فقلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف صاحب الكنيسة. الأسقف. الأسقف
صاحب الكنيسة، فجئته فقلت: إني قد أحببت أن أكون معك في كنيستك وأعبد الله فيها معك وأتعلم منك الخير. فقال: فكن معي. قال: فكنت معه. فكان رجل سوء يأمر بالصدقة، فكان رجل سوء يأمر بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا طيب جمعوها. الآن الأسقف أو الأسقف بتخفيف الموحدة وتثقيلها لغتان، همزة قطع مضمومة ومهملة ساكنة ومثنات مضمومة وموحدة مخففة ومثقلة لغتان، الأسقف أو الأسقف، ويجمع على أساقف، وهو يعتبر أعلى منصب عند النصارى. أعلى منصب عند إيش؟ عند النصارى، وهو أعلى منصب عند النصارى. نعم، ذهب إليه وجلس معه ليتعلم منه حسن خلق، فوجده رجل سوء يرغب مريديه بالصدقة ويأخذها عنده يكنزها. نعم، يأمر بالصدقة ويراقبهم فيها، فإذا جمعوها له اكتنزها ولم يعطها المساكين، فأغضبته بغضا شديدا لما رأيت فأبغضته فأبغضته فأغضبته لا فأب فأبغضته أيوة من البغضاء بغضا يعني شديدا، كرهته، أيوة كرهته كرها شديدا يعني إيه يعني. لما رأيت من حاله فلم ينشب أن مات. فلما جاءوا يعني لم ينشب، يعني لم تمر إلا فترة يسيرة حتى مات. نعم، فلما جاءوا يدفنوه قلت لهم: هذا رجل سوء كان يأمركم بصدقة ويكنزها. قالوا: وما علامة ذلك؟ هذا لا لا لا، هذا رجل مبتدأ وخبر، هذا رجل سوء، هذا رجل سوء، نعم، هذا رجل سوء يأمركم بالصدقة ويكتنزها. قالوا: وما علامة ذلك؟ قلت: أن أخرج إليكم كنزه. فأخرجت لهم 7 قلال مملوءة ذهبا وورقة، فلما رأوا ذلك قالوا: والله لا يدفن أبدا. فصلبوه ورموه بالحجارة، وجاءوا برجل فجعلوه مكانه. ولا والله يا ابن عباس ما رأيت رجلا قط لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه وأشد اجتهادا، ولا أزهد في الدنيا، ولا أداب ليلا ونهارا. وما أعلمني ولا أدأب من الدأب والمداومة على العبادة في الليل والنهار. نعم، وما أعلمني أحببت شيئا قط قبله حبه، فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة. فقلت: قد حضرتك ما ترى من أمر الله، فماذا تأمرني وإلى من أوصيني؟ قال لي: إي بني، والله ما أعلمه إلا بالموصل، فأتيه فإنك ستجده على مثل حالي. فلما مات لحقت بالموصل، فأتيت صاحبها فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهد. فقلت له: إن فلانا أوصى بي إليك. قال: فأقم أي بني. فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة. فقلت: إن فلانا أوصى بي إليك وقد حضرتك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصيني؟ قال: والله ما أعلمه إلا رجلا بنصيبين. فلما دفناه لحقت بالآخر، فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضره الموت، فأوصى بي إلى رجل من عمورية بالروم، فأتيته فوجدته على مثل حالهم، فأقمت عنده واكتسبت حتى كانت لي غنيمة
وبقيرات. طيب هنا نريد أن نضبط الكلمة. قال بإيش فين؟ ما عمورية. لا لا قبل عمورية إيش اللي كان؟ فقفت عنده على مثل حالهم حتى حضره الموت، فأوصى بي إلى رجل من عمورية بالروم، فأتيته. لا 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 نصيبين نصيبين مرت معنا هذه نصيبين. أيوة نصيبين نعم أيوة هكذا هو ضبطها بهكذا نصيبين. وهذه المنطقة أيها الكرام الفضلاء التي هي نصيبين هي تقع الآن في منطقة اسمها ماردين في تركيا، في محافظة ماردين بتركيا نعم أو بتركيا تشديدا وتخفيفا للياء المثنى التحتانية نصيبين. ومنها الجن الذي قرأ النبي عليهم القرآن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن نعم. ثم احتضر فكلمته فقال أي بني والله ما أعلم ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه، ولكن قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم مهاجرة بين حرتين. مهاجره بين حرتين. الحرة هي الحجارة السوداء، الحرة هي الحجارة. عمورية طبعا عمورية هذه أيضا تقع في تركيا الآن، تقع أيضا في تركيا الآن وتقع في الجزء الذي يسمى بالأناضول، وهي تقع جنوب غرب أنقرة، جنوب غرب أنقرة. وطبعا تعرفون هذه فيها موقع عظيمة فتح عمورية وهذا الجيش سبحان الله من قبل المعتصم بالله الخليفة المعتصم بالله ده حكم 9 سنين فقط، 9 سنوات كان حكمه من 18 و200 إلى 27 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه هي كان فتح عمورية كان في وقته، وقالوا له إن هذا الآن النجم قد خرج ولعلك تهزم، فقال وإن الله عز وجل أخبرنا أننا منتصرون. فيعني اليقين هنا بالله تبارك وتعالى يغلب ما يكون من وقوع الناس في الشرك والضلال والكهانة إلى غير ذلك. وطبعا تعرفون أبو تمام قال القصيدة العجيبة السيف أصدق أنباء، أو قال إنباء على الضبطين من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لسود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. قال هذه القصيدة العظيمة سبحان الله في فتح عمورية. أيوة. في أرض سبخة ذات نخل. في أرض سبخة، في أرض سبخة، يعني الأرض السبخة هي الأرض التي يكون فيها ما تخرجه هذه الأرض من الملح، تكون فيها السوائل هذه الملحية تسمى أرض سبخة. الأرض السباخ من الأرض هي التي يكون فيها هذه التي تكون في هذه الملوحة. نعم هي أرض كلسية ملحية. نعم ذات نخل، وإن فيها علامات لا تخفى بين كتفيه خاتم النبوة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل، فإنه قد أضلك زمانه. فلما وريناه أقمت حتى مر بي رجال من تجار العرب من كلب، فقلت لهم تحملوني. لا من كلب بسكون اللام، من كلب قبيلة، من كلب، من أيوة رجال من تجار العرب من كلب، فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأنا أعطيكم
غنيمتي هذه وبقراتي؟ قالوا نعم، فأعطيتهم إياها وحملوني. حتى إذا جاءوا بي وادي القرى ظلموني، فباعوني عبدا من رجل يهودي بوادي القرى. فوالله لقد رأيت النخلة وطمعت أن يكون البلد الذي نعت لي صاحبي. يعني سبحان الله، الذي صبره على ذلك أنه وجد بعض نعت مما نعت له الأسقف أو الأسقف الذي كان عنده، فهذا الذي جعله يتصبر على ظلم هؤلاء الناس الذين خانوا العهد والوعد. وليس هذا من عادات العرب، نسأل الله السلامة والعافية، ولكن أصابع يديك لا تستويان، أصابع يديك لا تستويان، يحدث منها مثل ما هذا. طبعا وادي القرى تعرفون أين يقع؟ مشايخ، العلا، منطقة العلا. وادي القرى هي منطقة إيش؟ ومنطقة العلا يقع ما بين تيماء وخيبر، يقع بين تيماء وخيبر، هذا هو كل اسم وادي إيش؟ وادي القرى. نعم، سمي بذلك لكثرة قراه، فسمي بذلك بوادي القرى لكثرة القرى فيه. تفضل. نعم. وما حقت عندي حتى قدم رجل من بني قريظة فابتاعني، فخرج بي حتى قدمنا المدينة، فوالله ما هو يعني إلا انظر الآن انتقل من فارس إلى الموصل إلى نصيبين أو نصيبين، كل هذه في الأرض التركية، ثم بعد ذلك انتقل إلى عمورية أيضا في الأرض التركية، ثم بعد ذلك انتقل إلى وادي القرى التي هي كما قلت لكم في العلا بين تيماء وخيبر، ثم بعد ذلك انتقل إلى داخل المدينة. سبحان الله، إلى داخل المدينة من الله عليه أنه يعني ابتيع ليهودي آخر من بني قريظة إلى داخل المدينة. سبحان الله. نعم. فخرج بي حتى قدمنا المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعتها، فأقمت في رقي وبعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمت في رقي، يعني في العبودية. نعم، أيوة. وبعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لا يذكر لي شيء من أمره مع ما أنا فيه من الرق، حتى قدم قباء وأنا أعمل صاحبي في نخلة، فوالله إني لفيها إذ جاء ابن عم له فقال: يا فلان، قاتل الله نبيي قيله ثاني قاتل الله بني قيلة، قاتل الله بني قيلة والله. أيوة. إنهم الآن مستمعون، هم كانوا يلقبون الأوس والخزرج بذلك، يلقبونهم بذلك. نعم، قاتل الله بني قيلة والله إنهم الآن مجتمعون على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نبي، فوالله ما هو إلا أن سمعتها فأخذتني العرواء يقول الرعد، حتى ظننت لأسقطن على صاحبي، ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟ فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة. طبعا بني قيلة أيها الكرام الفضلاء، كما قلت لكم، هذا كان ينعد به الأوس والخزرج وهم الأنصار، وهذه نسبة لأمهم قيلة بنت الأرقم التي ترجع إلى امرئ القيس، وهم من الأزد. نعم، تفضل. رفع مولاي يده فلكمني لكمة، سمعت خبرا فلكمني لكمة شديدة، فقال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. فقلت: لا شيء، إنما سمعت خبرا فأحببت أن أعلمه.
فلما أمسيت وكان عندي شيء من طعام فحملته وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قباء، فقلت له بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحابا لك غرباء، فقد كان عندي شيء في الصدقة، فرأيتكم أحق من بهذه البلاد فهاكها، فقل منهم. فأمسك وقال لأصحابه كلوا، فقلت في نفسي هذه واحدة. ثم رجعت وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجمعت شيئا جئته به، فقلت هذه هدية فأكل وأكل أصحابه، فأكل وأكل أصحابه، فقلت هذه خلتان. ثم جئته وهو فأكل وأكل أصحابه، فقلت هذه خلتان. ثم جئته وهو يتبع جنازة وعلي شملتان لي وهو في أصحابه، فاستدرت لأنظر إلى الخاتم، فلما رآني استدرته عرف أني أستثبت يعني أطلب التثبت في شيء وصف معين. نعم شيء وصف لي، ووضع رداءه على ظهره، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف لي صاحبي، فأثبت عليه وقبله وأبكي، فقال تحول يا سلمان هكذا. فتحولت فجلست بين يديه، وأحب أن يسمع أصحابه حديثي عنه. أصحابه حديثي عنه، فحدثته يا ابن عباس كما حدثتك. فلما فرغت قال كاتب يا سلمان، فكتبت صاحبي على 300. هذا يسمى المكاتبة، يعني اذهب واطلب المكاتبة من هذا اليهودي الذي أنت رقيق عنده لكي تعتق. نعم تفضل. فكتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له، 40 أوقية، فأعانني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل 30 ودية و20 ودية و10. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر لها. طبعا الأوقية تعدل تقريبا 30 جراما من الذهب. الأوقية تعدل 30 جراما من الذهب، يعني هذا اليهودي عليه من الله ما يستحق، أراد منه أن يزرع له 300 نخلة وتثمر ويأخذ منه 40 أوقية، يعني 1200 جراما من الذهب. 1200 جراما من الذهب، يعني يحبون المال حبا جما. أيوة طبعا. لما قال أحييها له بالفقير، الفقير اللي هي الحفرة التي توضع فيها الفسيلة، يعني الحفرة التي توضع فيها الفسيلة، النبي قال لهم أعينوا أخاكم فأعانوني بالنخل، الرجل بثلاثين ودية. الودية اللي هي صغار النخل، يعني يأتوه سبحان هذا المسلمون إنما المؤمنون إخوة، يعني هذا يأتيه بثلاثين نخلة صغيرة، وهذا يأتيه بعشرين ودية بفتح الواو وكسر الدال المهملة وتضعيف الياء المثنى التحتانية، يعني نخلة صغيرة. الودية هي النخلة الصغيرة. نعم، حتى اجتمعت له 300 ودية، سبحان الله. نعم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر لها. لا ففقر، لا لا ففقر لها، يعني احفر لها حفرة، ففقر لها يعني احفر لها الحفرة التي نضع فيها هذه الفسيلة، فقر لها. نعم. لا هي أول شيء فقر لها، فإذا فرغت فآذاني حتى أكون أنا الذي أضعها بيدي، ففقرتها. أول شيء فقر لها. لا فقر لها، يبقى فقر لها. هذا الفعل رعاكم الله بالموحدة ثم المثنى ثم المهملة بفتح وتشديد،
فقر لها يعني احفر لها. نعم. فإذا فرغت فآذاني حتى أكون أنا الذي. لا 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 لا, لا, لا. نعوذ بالله من الأذية، ما حد يؤذيه إن شاء الله. فآذني أحسن الله إليك. أيوة. فآذني أيوة. حتى أكون أنا الذي أضعها بيدي، ففقرتها وأعانني أصحابي، يقول أضرت لها حيث توضع حتى فرغنا منها وخرج معي، فكنا نحمل إليه الودي ويضعه بيده ويستوي عليه، فهو الذي بعثه ما مات منها ودية واحدة، وبقيت علي الدراهم، فآتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب، فقال أين الفارسي؟ فدعيت له فقال خذ هذه فأدي بها ما عليك. قلت يا رسول الله وأين تقع هذه مما علي؟ قال إن الله سيؤدي بها عنك. سيؤدي بها عنك. أحسن الله إليك. فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها 40 أوقية. لوزنت لهم منها 40 أوقية فأديتها إليهم، وعتق سلمان وحبسني الرق حتى فاتتني بدر وأحد، ثم شهدت الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. الله رضي الله عن سلمان. هذا الحديث بطوله رواه الإمام أحمد في مسنده، وإسناده حسن كما قال محقق المسند تحت إشراف الشيخ التركي وشيخنا الشيخ الأرناؤوط رحمة الله على الجميع. هذا حديث حسن رواه أحمد في مسنده، حديث عظيم الفوائد كثير العوائد. نعم. باقي 6 شيخ أكمل ولا أكمل؟ لا كمل فضيلتك، كمل حتى انتهي. قوله قطن النار جمع قاطن أي مقيم عندها أو هو مصدر، كرجل صوم وعد. وقال يونس بن بكير وغيره عن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال حدثني من سمع عمر بن عبد العزيز قال وجدت هذا من حديث سلمان، قال حدثت عن سلمان أن صاحب عمورية قال له لما احتضر يعني حضارة الوفاء، لما احتضر في غضيتين من أرض الشام، فإن رجلا يخرج من إحداهما إلى الأخرى في كل سنة ليلة يعترضه ذو الأسقام، فلا يدعو لأحد به مرض إلا شفية، فسأله عن هذا الدين إبراهيم، فخرجت حتى أقمت في السنة حتى خرجت تلك الليلة، وإنما كان يخرج مستزيزا، فخرج وغادر عبد الله حتى دخل في الغيطة حتى ما بقي منكبه، فأخذت به فقلت رحمك الله الحنيفية دين إبراهيم؟ فقال تسأل عن شيء ما سأل عنه الناس اليوم؟ قال أظلك يخرج من عند أهل البيت هذا الحرم يبعثه، فلما ذكر سلمان رسول الله قال إن كنت يا سلمان كنت حوادث مريم. قال سليمة بن علقمة المدني حدثنا داود بن عند عن سماح عن سلامة قال أختي اللي من الفاجر قدامة، فقال أحب أن ألقى سلمان الفارسي فأسلم عليه، فخرجنا إليه فوجدناه بالمدائن وهو يومئذ على 20,000، ووجدناه على سرير يسف خوصا، فسلمنا عليه، فقلت يا أبا عبد الله هذا ابن أخت لي قدم علي من البادية فأحب أن يسلم عليه، قال
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قلت: يزعم أنه يحبك. قال: أحبه الله. فتحدث. يزعم أنه يحبك. قال: أحبه الله. فتحدثنا وقلنا: يا أبا عبد الله، ألا تحدثنا عن أصلك؟ قال: أما أصلي فأنا من أهل رمهرمز، كنا قوما يبوسا. فأتى رجل نصراني من أهل الجزيرة، كانت أمه منة، فنزل فينا واتخذ فينا ديرا، وكنت من كتاب الفارسية، فكان لا يزال غلاما معي في الكتاب، يجيء مضروبا ويبكي. قد ضربه أبواه، فقلت له يوما: ما يبكيك؟ قال: يضربني أبوي. قلت: ولما يضربانك؟ قال: آتي صاحب هذا الدير، فإذا علم ذلك ضرباني، وأنت لو أتيته سمعت منه حديثا عجبا. قلت: فاذهب بي معك. فأتيناه، فحدثنا عن بدء الخلق وعن الجنة والنار، فحدثنا بأحاديث عجب، فكنت أختلف إليه معه، وفطن لنا غلمان من الكتاب، فجعلوا يجيئون معنا. فلما رأى ذلك أهل القرية آتوه، فقالوا: يا هناه، إنك قد جاورتنا، فلم ترى من جوارنا إلا الحسن، وإن نرى غلماننا يختلفون إليك، ونحن نخاف أن تفسدهم علينا، اخرج عنا. قال: نعم. فقال لذلك الغلام الذي كان يأتيه: اخرج معي. قال: لا أستطيع ذلك. قلت: أنا أخرج معك، وكنت يتيما لا أب لي. فخرجت معه، فأخذنا جبل رمهرمز، فجعلنا نمشي ونتوكل ونأكل من ثمر الشجر، فقدمنا نصيبين بتجديد الصاد المهملة أو بكسرها، نصيبين وكسر النون الموحدة، نصيبين أو نصيبين، نعم نصيبين. فقال لي صاحبي: يا سلمان، إن هنا قوما هم عباد أهل الأرض، فأنا أحب أن ألقاهم. قال: فجئناهم يوم الأحد، فقد اجتمعوا. فسلم عليهم صاحبي، فحيوه وبشوا به. قالوا: أين كانت غيبتك؟ فتحدثنا. ثم قال: قم يا سلمان. فقلت: لا، دعني مع هؤلاء. قال: إنك لا تطيق ما يطيقون. هؤلاء يصومون من الأحد إلى الأحد، ولا ينامون هذا الليل. وإذا فيه رجل من أبناء الملوك ترك الملك ودخل في العبادة، فكنت فيهم حتى أمسينا. فجعلوا يذهبون واحدا واحدا إلى غاره الذي يكون فيه. فلما أمسينا، قال ذلك الرجل الذي من أبناء الملوك: هذا الغلام ما تضيعوه ليأخذه رجل. فقالوا: خذه أنت. فقال لي: هلما. فذهب بي إلى غاره، فقال لي: هذا خبز، هذا خدم، فكل إذا غرست قم، إذا مرست فصلي ما بدا لك، وأنا إذا كسلت. ثم قام في صلاته فلم يكلمني، فأخذني الغم تلك السبع الأيام لا يكلمني أحد، حتى كان الأحد، وانصرفت إليه. ذهبنا إلى مكانهم الذي يجتمعون فيه من الأحد، وانصرف إليه. فذهبنا إلى مكانهم الذي يجتمعون فيه من الأحد، فكانوا يفطرون فيه، ويلقى بعضهم بعضا، ويسلم بعضهم على بعض، ثم لا يلتقون إلى مثله. قال: فرجعنا إلى منزلنا، فقال لي مثل ما قال أول مرة، فلم يكلمني إلى أحد آخر. فحدثت بالفراق، فقلت: أصبر أحدين أو ثلاثة. فلما كان أحد اجتمعوا، قال لهم: أريد بيت المقدس. فقالوا: ما تريد إلى ذلك؟ قال: لا عهدي لي. قال: أنا أخاف أن يحدث بك حدث فيليك غيره. قال: فلما سمعته يذكر ذلك خرجت، فخرجت أنا وهو. وكان يصلي الأحد ويصلي الليل كله، ويمشي بالنهار. فإن أذن قام
يصلي، فأتينا بيت المقدس وعلى الباب مقعد يسأل. قال آخذني، قال ما معي شيء. أن بيت المقدس لما رأوه أشكوا إليه واستبشروا به. قال لهم ولم ينادى فانصلقوا به، فانطلقوا به وأعطوني خبزا ولحما. ودخلت الصلاة فلم ينصرف إلى أحد الآخر، ثم انصرف وقال يا سكنان إن أريد أن أضع رأسي إذا بلغ الظل مكان كذا تذني. فبلغ الظل الذي قال فلم أفتده وكان إنه دأب من اجتهاده ونصبه. فقلت يا سلمان ألم أكن قلت لك إذا بلغ الظل مكان كذا فأيقظني؟ قلت بلى، ولكن إنما منعني نحوات لك من دأبك. قال أن يفوتني شيء من الدهر لم أعمل لله فيه خيرا. ثم قال اعلم أن أفضل دين اليوم النصرانية. قلت ويكون بعد اليوم دين أفضل من النصرانية؟ ألقي قال نعم، يوشك أن يبعث نبي يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإذا أدركته فاتبعه وصدقه. قلت وإن أمرني أن أدع النصرانية؟ قال نعم، فإنه نبي لا يأمر إلا بحق ولا يقول إلا حقا. والله لو أدركته ثم أمرني أن أقع في النار لوقعتها. ثم خرجنا من بيت المقدس فمرنا على ذلك المقعد، فقال له دخلت فلم تعطني، وهذا تخرج فأعطني. فالتفت فلم يرى حوله أحد، قال أعطني يدك، فأخذه بيده فقال قم بإذن الله. فقام صحيحا سويا، فتوجه نحو أهله فاتبعه قطري تعجبا مما رأيت. فاتبعته بصري تعجبا مما رأيت. فأتبعته بصري تعجبا مما رأيت. وخرج صاحبي مسرعا وتبعته، فتلقاني رفقة فسبوني فحملوني على بعير وشدوني وثاقا، فتداولاني البياع حتى سقطت إلى المدينة. فاشتراني رجل من الأنصار فجعلني في حائط له، ثم تعلمت عمل الخوص. أشتري بدرهم خوصا فأعمله فأبيعه بدرهمين، فأنفق درهما أحب أن آكل من عمل يدي، وهو يومئذ أمير على 20,000. قال بلغنا نحن وبالمدينة أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أن الله أرسله، فمكثنا ما شاء الله أن نمكث، فهاجر إلينا. فقلت لأجربنه، فذهبت فاشتريت لحم جزور بدرهم، ثم طبخته فجعلت قصعة من ثريد فاحتملتها حتى أتيته بها على عاتقي حتى وضعتها بين يدي. فقال أصدقة أم هدية؟ قلت صدقة. فقال لأصحابه كلوا بسم الله، وأمسك ولم يأكل. فمكثت أياما، ثم اشتريت لحما فأصنعه أيضا أتيته به. فقال ما هذه؟ قلت هدية. فقال أصحابه كلوا بسم الله، وأكل معهم. قال فنظرت فرأيت بين كتفيه خاتم النبوة ثم بيضة الحمام، فأسلمت. ثم قلت يا رسول الله أي قوم النصارى؟ قال لا خير فيهم. ثم سألته بعد أيام، قال لا خير فيهم ولا في من يحبه. قلت في نفسي أنا والله أحبه. قال وذلك حين بعث السرايا وجرد السيف، سرية تخرج والسيف يخرج. قلت حدث لي الآن إني أحبهم، قلت يحدث بي الآن أني أحبهم، فيضرب عنقي
فقعدت في البيت، فجاءني الرسول ذات يوم فقال: يا سلمان أجب، هذا والله الذي كنت أحذر. فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم وقال: أبشر يا سلمان، فقد فرج الله عنك. ثم تلا علي هؤلاء الآيات: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون، إلى قوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. قلت: الذي بعثك لقد سمعته يقول أو أدركته فأمرني أن أقع في النار فوقعته. هذا حديث غريب، والذي قبله أصح، فقد خرج مسلمة بهذا، وهو ممن احتج به مسلم ووثقه ابن معين. وأما أحمد بن حنبل فضعفه ورواه قيس بن الدارمي شيخ البخاري. قال عبد الله بن عبد الحفيظ: حدثنا عبيد المكتب قال أخبرنا أبو الطفي قال حدثني سلمان قال: كنت من أهل الجي، كان أهلي وكان أهل قريتي يعبدون النخيل الخيل البلق، فكنت أعرف أنهم ليسوا على شيء. فقيل لي: الخيل البلق يعني الخيل البلقاء التي يكون فيها البياض والسواد. نعم. فقيل لي: إن الدين الذي تطلب بالمغرب. فخرجت حتى أتيت الموصلة فسألت عن أفضل رجل بها، فدللت على رجل في صومعة ثم ذكر نحوه. هكذا قال الطبراني. قال وقال في آخره: فقلت لصاحبه بعني نفسي. قال يعني على بعني نفسك نفسي. قال على أن تنبت لي 100 نخلة، فإذا نبت جئني بوزن نواة من ذهب. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اشتري نفسك بالذي سألك، وأتني بدلو من ماء النهر التي كنت تسقي بها ذلك النخل. قال فدعا لي ثم سقيتها، والله لقد غرست 100 فما غادرت منها نخلة إلا نبتت. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته إن النخلة قد نبت، فأعطاني قطعة من ذهب فطلقت بها فوضعتها في كفة الميزان، وضع فيها في الجانب الآخر نواة. قال فوالله ما استعلت القطعة الذهب من الأرض. فقال وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فاعتنقني. علي بن عاصم قال أخبرنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن زيد بن صوحان أن رجلين من أهل الكوفة كانا صديقين ولهما إخاء، فقد أحب أن يسمع حديثك كيف كان أول إسلام. فقال سلمان: كنت يتيما من رام هرمز. وكان أبي إخطان. رام هرمز يختلف إلى معلم يعني يعلمه، فلزمته لأكون في كنفه. وكان لي أخ أكبر مني، وكان مستغنيا في نفسه، وكنت غلاما فقيرا. فكان إذا قام من مجلسه تفرق من يحفظه، فإذا تفرقوا خرج فتقنع ثوبه ثم يصعد الجبل متنكرا. فقلت لما تذهب معك. فقلت أنت غلام وأخاف أن يظهر منك شيء. قلت لا تخف. قال فإن في هذا الجبل قوما في تفصيل لهم عبادة يزعمون أن عبدة النار، وأن على غير دين. أذن لك. قال أذنهم ثم وعدني وقال أخرج في ذلك في وقت كذا ولا يعلم بك أحد، فإن أبي إن علم بهم قتلهم. قال أصعدنا إليهم؟ قال عين وراه. قال وهم 6 أو 7. قال أن روحهم خرجت منهم يقومون النهار ويقومون الليل ويكونون الشجر وما وجدوا. فقعدنا إليه ذكرنا الحديث بطوله وفيه أن الملك اشتعر بهم، فخرجوا وصحبهم سليمان إلى المسجد واجتمع بعادة من بقايا أهل الكتاب، فذكر من عبادته وجوعه شيئا قطا، وأنه
صاحبه إلى بيت المقدس فرأى مقعدا فأقامه، فحملت على المقعد أثاثه يرجع إلى أهلي، فانملت مني صاحبي فتبعت أثره فلم أظفر به، فأخذني ناس من كلب وباعوني فاشترتني امرأة من الأنصار فجعلتني في حائط لها. وقدم الرسول صلى الله عليه وسلم فاشتراني أبو بكر فاعتقني. وهذا الحديث مثل حديث مسلمة المزني، أن الحديثين يرجعان إلى سماك، ولكن قال هنا عن زيد بن صوحان فهو منقطع، فإنه لم يدرك زيد بن صوحان وعلي بن عاصم، ضعيف كثير الوهم، والله أعلم. عمرو الأنصاري أخبرنا إسرائيل عن ابن إسحاق عن أبي قرة الكندي عن سلمان قال: كان أبي من الأساتذة، فأستمني الكتاب فكنت أختلف ومعي غلمان، فإذا رجع دخل على راهب أو قص فدخلت معه، قال لهما: ألم أنهكما أن تدخلا علي أحد، فكنت أختلف حتى كنت أحب إليك منهما. فقال لي: يا سلمان، إني أحب أن أخرج من هذه البلد. قلت: أنا معك. فأتى قرية فنزل، وكانت امرأة تختلف إليه، فلما حضر قال: احفظ عند رأسي. فحفرت فاستخرجت ذرة من دراهم، فقال: ضع على صدري. فجعل يضرب على صدره ويقول: ويل للقنائين. قال: ومات مع القصيصي والرهبان، أمنت أن أحتمل المال، ثم إن الله عصمني. فقلت للرهبان: وثب شباب من أهل القرية قالوا: هذا مال أبينا، كانت سريته تختلف إليه. فقلت لأولئك: دلوني على عالم أقول معه. قال: ما نعلم أحد أعلم من راهب بخمس. فأتيته فقال: ما جاء بك إلا طالب العلم؟ قلت: نعم. إلا طلب العلم؟ قلت: نعم. قال: إني لا أعلم أحدا أعلم من رجل يأتيني ببيت المقدس كل في هذا الشهر. فخرجت فوجدت ثماره واقفا، فخرج فقصدت عليه، فقلت: اجلس هنا حتى أرجع إليك. فذهب فلم يرجع إلى العام المقبل. فقال: وإنك لأخذنا بعد؟ قلت: نعم. قال: فإني لا أعلم أحدا في الأرض أعلم من رجل يخرج بأرض تيماء وهو نبي، وهذا منه. وإن انطلقت الآن وقته وفيه ثلاث: خاتم النبوة، صدقة، ويأخذ الذي ذكر الحديث. وقال ابن سهيعة: حدثنا يزيد حبيب قال: حدثني السلم ابن الصلت عن أبي الطفيل عن سلمان، قلت: كنت رجلا من أهل جي. حدثني من؟ حدثني السلم ابن الصلت. أيوة. بسكون اللام. نعم. السلم ابن الصلت عن أبي الطفيل عن سلمان قال: كنت رجلا من أهل جي مدينة أصفهان، كنت رجلا يتحرج من كلام الناس، فسألته: أي الدين أفضل؟ قال: ما أعلم أحدا غير راهب بالموصل. فذهبت إليه وذكر الحديث وفيه، فأتيت حجازيا فقلت: تحملني إلى المدينة؟ قال: ما تعطيني؟ قلت: أنا لك عبد. فلما قدمت وجعلني في نخله، فقلت: استصحب كما يستصحب البعير حتى نزل ظهري وصدري من ذلك، ولا أجد أحدا يفقه كلامي، حتى جاءت عجوز فارسية تستصحي، فقلت لها: أين هذا الرجل الذي خرج؟ فدلتني عليه، فجمعت تمرا وجئت فقربته إليه وذكر الحديث هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه عليه الصلاة والسلام. أحسنتم وبررتم، وأصح ما ذكر في قصة إسلام سلمان هو ما جعله الإمام الذهبي في صدر كلامه عن سلمان.
وهكذا منهج أهل الحديث، يجعلون الحديث الأول هو حديث الباب وهو حديث الاستدلال، ثم بعد ذلك يذكرونه من بقية الأحاديث من باب الشواهد والمتابعات. ولكن كل ما ذكر من بعد حديث ابن عباس لا يخلو من مقال، إما من انقطاع أو من رجال في الإسناد مجاهيل إلى غير ذلك. فأصح ما ورد وذكر في باب إسلام سلمان هو الحديث الأول، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الذي راه أحمد في مسنده وإسناده حسن، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.